دلوقتي خصم قيمة، خصم قيمة على الفاتورة. احنا اخر مرة في الحلقة الخاصة بالبرنامج دوت يعني اخترنا مثلا اي حاجة، اي عميل ولا اي جمهور، اخدنا مثلا هنا كمية 10 وخدنا صنف تاني 13. انا عايز اشيل عايز اشيل 5 جنيه دي، اعمل ايه؟ يجي هنا خصم على الفاتورة، على قيمة الفاتورة 5، عامل هنا 4، كتب لي 5. أولا أول نقطة مخصمليش الـ5، أول نقطة مخصمليش الـ5. تاني نقطة مكتبليش الـ5 دي تمثل النسبة كام في المية، نسبة كام في المية، تمام كده؟ بتتعمل ازاي بقى؟ هنعمل ايه؟ يعني دلوقتي إيه؟ 5 تتعمل ازاي؟ 5 على القيمة دي 305 بتساوي في 100، يبقى المفروض يعمل لي نسبة القيمة خالص 1.6%، 1.6%. يعني نفتح بقى نوت باد، مش ده نوت باد، القيمة اللي هتتكتب هنا اللي هو ده، التكست 157 على انهي بقى؟ على اللي هو اجمالي قيمة الاصناف اهو. بعد كده في 100، يبقى هنا نسبة القيمة، هنيجي هنا بقى هنشيل بقى الكلام ده اللي هنا، وهتساوي عملية حسابية، هنقول تكست 157 على الإجمالي القيمة، في 100، بس كده. لو حبيت اشيل مثلا ال 26 جنيه دولت، 26 جنيه اهو، اعمل طباعة، يبقى هو ال 26 جنيه دول بيمثل 12% من قيمة الفاتورة. 26 جنيه بيمثل 12% من الفاتورة. انا دلوقتي عايز انقص ال 26 جنيه دولت من الصافي، ده ما تخصمش، يبقى ده اسمه هنا ايه؟ 157. طيب هنيجي هنا هننقص منه
157 تكست ناقص 157 تكست 157. تعال نعمل فاتورة جديدة، بنقول رقم قيمة نسبة القيمة المضافة، بس عايز اشيل بس حاجة هنا باينة. شيل دي، تمام كده. رقم الفاتورة رقم 14، قبل ما نعمل الفاتورة لوك هنعمل فاتورة جديدة، ونسبة القيمة المضافة هنخليها 4% وإغلاق. ماشي، فاتورة جديدة وليكن الاسم وحيد، عندك هنا اهو 120 واحدة، عندك هنا 16 واحدة. حبيت اخصم اشيل اشيل 200 جنيه طباعة. بص بقى هيقول لي ايه هنا، القيمة 1515 جنيه، هنقص منهم او هنزود قيمة المضافة تاني، معلش 1500 دي قيمة الفاتورة، هنزود عليها قيمة نسبة القيمة المضافة اللي هي 4%، يعني هيزيد 60 جنيه و60 قرش، تمام، بتساوي هننقص من 200 جنيه خصم، بتساوي يبقى إجمالي صنف. لأ في حاجة غلط، تعالى تاني، محصلش صح. احنا قلنا 1515 ده الإجمالي، خلاص. هنزود عليهم 60 جنيه و60 قرش، بتساوي هننقص منهم 200 جنيه، بتساوي 1375 جنيه و60 قرش، اهو مظبوط ده بتساوي. هل في مرة ايه المشكلة بقى؟ المشكلة حضرتك لو عملت كده وعملت كده، دي مسحتها كده، العملية الحسابية هتبوظ، مش هيعملك، مش هيجمع لك. فاحنا ان شاء الله الحلقة الجاية قبل ما نعمل ادخال هنقول لو في حالة القيمة دي فارغة او دي فارغة، حد لعب عمل كده اهو، ما يدخلش الفاتورة، قال لك بص، او يخليها تلقائي، او ما لقيها فارغة ودي فارغة يخليها صفر. وبرضو عايز اقول له محدش يعني يهبل ويكتب حرف، ماشي، عشان برضك الحاجات دي غلط جدا جدا جدا، الحاجات دي ايه غلط جدا جدا. دي ان شاء الله ايه في الحلقة الجاية. شكرا والسلام عليكم. بالنسبة للبرنامج ده يعني، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.